التحية هي ما أستهل بها مشاهدينا بداية اللقاء الذي يجمعنا بكم عبر شاشة الشارقة الرياضية. رحلة ألعاب الصلاة تدخل أسابيع الحسم، وروعة ما يأتي من صلاتها يجبرنا لطلب تايم أوت. سيكون أنا محدثكم خالد الحمادي الراوية لمحصلته، فأهلا بكم. البداية مشاهدينا فضلنا أن تكون عبر كرة الصالات، والتي دخلت بالفعل إثارة فصولها الأخيرة، والتي سنعيش تفاصيلها مع خبير الصالات والكابتن المدرب القدير كابتن عبد الباسط، مدرب فريق الشباب لكرة قدم الصالات. مرحبا بك كوتش، وسعيدين بتواجدك. أيضا كابتن صالح الحديدي محللنا الفني لكرة قدم الصالات، أهلا وسهلا بكما. قبل ما أبدأ الحديث عن المواجهة الأولى الواعدة الجميلة جدا اللي شاهدناها قبل قليل، الظفرة كان الأجدر بأن يتوج بطلا لدوري الصالات. كابتن صالح، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أمسي عليكم ومسي على الأخوة المشاهدين، مبروك لفريق الظفرة بطولة الدوري. بالفعل الفريق بدأ الموسم بداية قوية، ويعني تصدر من بداية الموسم، زاحم دبه في الآونة الأخيرة، لكن أظن أن فريق الظفرة يستحق اللقب بجدارة. نعم كابتن عبد الله، منطقيا الظفرة هو بطل الدوري. صحيح، عطفا على الظروف اللي يمر فيها دبه الحصن. أعتقد حتى المركز الثاني للظروف اللي تعرض لها دبه الحصن، أنه عنده عدد محدود من اللعيبة ما يتمرن بشكل مستمر، بالنسبة له المركز الثاني يعني ممتاز جدا. يمكن دبل الحصن فريق قوي منظم، العناصر الموجودة صار لها حوالي 5-6 سنوات مع بعض، يمكن هالشيء اللي يخليهم كل سنة ينافسون لين آخر الجولات، وسبحان الله يكون منافسهم هو اللي يأخذ اللقب. في وجهة نظري أن فعلا الظفرة الفريق الوحيد اللي بدأ بمعسكر قبل بداية الموسم، استقطب لعيبة مميزين جدا من فريق الوحدة وغير فريق الوحدة أيضا، يستحقون اللقب. وأيضا فريق دبل الحصن أعتقد أن المركز الثاني بالنسبة له إنجاز في ظل الظروف. بتحدث عن هذه الظروف، لكن ما حدث مشاهدينا في صالة أبناء الحصن من إثارة أجبرنا لتكون المعايشة الأولى من داخل قلعته. والمواجهة التي جمعت المتصدرة فرسان الغرب فريق الظفرة بوصيفه صاحب الصالة فريق دبل الحصن، حيث أنهى فرسان الغرب جدل لقب الصالات 2017 بعد أن خرجوا من قلعة الحصن بعلامة الصالة كاملة، بها وقعوا على درع اللقب بأحرف من ذهب، وهم يقدمون واحدة من أكثر ملاحمهم إثارة فوق صالة الخصم الحصناوي، غير عابئين بغربة أرض أو صياح جماهيري كان الأكثر حضورا في حسبة الصالات. إذن كانت تلك تفاصيل المواجهة التي جمعت كابتن عبد الله بين فريق دبل الحصن صاحب الأرض والضيافة مع ضيفه فريق الظفرة في الجولة ما قبل الأخيرة من عمر الدوري. تحدث عن نقطة مهمة، ألم يستفد فريق دبل الحصن من وجوده في قلب المنافسة خلال السنوات الماضية حتى يستطيع أن يتمسك بفرصة وحيدة كانت مهيئة له أمام فريق دبل الحصن، وهي أمام فريق الظفرة، وهي بالفوز على الظفرة؟ صحيح كابتن، واعتقد انه استفاد خير افاده بانه موجود في المركز الثاني حاليا، لان انا اعتقد لو كان اي فريق اخر مكان دبل الحصن والظروف التي يتعرض لها خلال هذا الموسم وحتى خلال الموسم الماضي لما رايت فريق دبل الحصن في هذا المركز. الحقيقه انا بقول كلمه مهمه جدا بالنسبه لي، وجودك انت سواء لم تخدمك الظروف في البدايه، لم تسعفك النتائج اللي حققتها، لكنك اليوم موجود على بعد مباراة من أنك تنافس وتكون في قلب المنافسة، وأنك تؤجل حسم اللقب إلى مباراة فاصلة بعدها لك الحادث حديث. صح، بس بطلال لك أن تتصور أن فريق دبل الحصن ما يتمرن أصلا، صار له فترة كبيرة ما يتمرن، عنده
لاعبين في دورة، عند عبد الله الحوسني حتى المفروض كان يدخل هذا الأسبوع الدورة ومطلعينه، عند عبد الله سالم يداوم في دبي، عندهم أكثر من لاعب يداوم في أبو ظبي، طلعوا لعيبة كان حوالي 4 لعيبة ما شاء الله عليه كابتن مرزوق يوزعهم على الفرق في نص الموسم، حتصار مليحة وحتصار يعني أندية ثانية، كان عنده حوالي لعيبة صغار كان يكمل فيهم التمرين وكانوا لعيبة مميزين، طلعوا من الفريق، قام الفريق ما يتمرن يعني بشكل مستمر، يمكن بس يتمرن في نهاية الأسبوع يوم الجمعة ويوم السبت، وانت بطلال السيد العارفين إذا الفريق أي فريق ما يتمرن بشكل جيد بشكل مستمر لا تتوقع منه أنه يوصل لما وصل إليه. أنا أقول لك دبا الحصن ما وصل لهذه المرحلة إلا بكثرة التمارين وانضباطهم خلال الأعوام الماضية، هذه هي نتيجة ومحصلة التمارين والانضباط اللي كان عليه فريق دبا الحصن من سنوات ماضية. نعم صالح، أنا بعود لك للحديث عن فريق دبا الحصن، لكن قبل ذلك مشاهدينا نذهب لمتابعة تفاصيل الدقائق الحاسمة من عمر تلك المواجهة والتي منحت فريق الظفر لقب الدوري. أخونا إبراهيم الزعابي وضيفه الكريم بداية سريعة للظفرة وهدف صدارة بالفعل في الثواني الأولى من شوط المباراة الثاني. بداية مؤلمة، شوب 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 تسديدة، والمتابعة من عبد الكريم، التسديدة من الملا، التمريرة من حمدان، والمتابعة لها دورها الإيجابي، والله هدف التعديل يأتي، هدف التعديل يأتي بعد 6 دقائق. يا سلام، شوف علي خميس في يوم الخميس. عموما كابتن صالح، أتحدث عن نقطة مهمة جدا، أينما ذهب عيال جميل ذهب لقب الدوري، ذلك يعكس بكل تأكيد حجم الخبرة التي يتمتع بها أبناء جميل في كرة قدم الصالات، هذا جانب. الجانب الآخر، أنا غير مقتنع بأن فريق اليوم موجود هو في قلب المنافسة ويملك فرصة لا يقاتل عليها، ما اقنعني كابتن عبد الله ترى للحين، برجع له بعدين. بلا شك اخوي وطلال، يمكن النقطه الاولى اللي ذكرتها ان بالفعل عيال جميل اينما يعني وقعوا اينما كانوا ما شاء الله عليهم، الفريق ينافس، الفريق يحقق بطولات. ابارك لهم وبارك لبقيه اللاعبين، لان في النهايه هي منظومه متكامله بلا شك. فريق الظفره كان من الفرق اللي، وبالفعل هو ولا زال من الفرق القوية من خلال بداية هذا الموسم، فنيا إداريا كعناصر موجودة. أظن أنه اليوم عيال جميل يضيفون لرصيدهم في اللعبة هذه بطولة جديدة، حققوا بطولات كثيرة يعني بداية اللعبة مع فريق الوصل، احتكروا بطولة الدوري لسنوات في البداية، من ثم جاء الخليج وأحرز بطولة، ومن ثم الوحدة والأهلي. أظن أنه حتى التنوع هذا بطلال في 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 البطل، يعني أظن أنه مكسب للعبة، كون أنه فريق الظفرة على حسب على ما أتذكر يعني أن فريق الظفرة أول مرة يحرز بطولة الدوري، سبق أنه أحرز كأس رئيس الدولة، أحرز كاس هي المرة الأولى في تاريخها بالفعل. اي نعم، لقب الدوري. فأظن أن الشيء إيجابي كون أنه يعني في بطل جديد لبطولة الدوري. عموما ما نقلل من شأن عيال جميل، مثل ما تابعنا حتى التقرير والكل شاف أنه دائما فريق يعني الظفرة لازم بصمة من عيال جميل، لكن اليوم مثل ما ذكر أخوي عبد الله أنه فريق الظفرة مش عيال جميل. يمكن احنا شاهدنا الموسم هذا اقل موسم للكابتن الكبير، اوجه له تحية كابتن منصور جميل، يمكن اقل موسم لعب فيه، يعني ما لعب كثير حتى سالم ما لعب هذا الموسم بشكل كبير، وصبري يمكن نص الموسم الثاني في الخدمة الوطنية. صحيح، لذلك يمكن كان الاعتماد على جيجي كبيفوت صريح في الفريق، ما يقل عنه مستوى حمد الشامسي في هذا المركز، محمد الملع، عمر كرمستجي، المجموعة الحارس طاهر،
يعني رجع وتألق ويحسب للحارس كذلك أنه يعني اليوم يحرز بطولة الدوري مع فريق جديد، أحرز بطولة الدوري مع فريق الوحدة. هي هذه العوامل كلها تقدر. إذن هي 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 ظروف أيضا عاشها فريق الظفرة، سواء غيابات إصابات قدر يتغلب عليها. في المقابل خلينا نروح للطرف الثاني من السؤال، بأن فريق دبا الحصن اليوم مهيئ الفرصة أمامه كانت للفوز على فريق الظفرة، ثم جر البطولة إلى مباراة فاصلة، ممكن بعد المباراة الفاصلة نقول بأن الظفرة أن فريق دبا الحصن قدم اللي عليه لكن لم يوفق في مباراته. صحيح، لكن يعني بطلال خلنا ما نقسو على فريق دبا، كون أنه أظن يعني قدم مستوى جيد من خلال الدور الثاني، أظن كان المستوى في تصاعد، كان حقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة. عودته هذه، ويمكن كابتن عبد الله بيفيدني أكثر، أظن الفارق وصل بين الظفرة وأقرب المنافسين له في فترة من الفترات ما يقارب العشر نقاط، فيحسب لفريق دبا أنه استغل يعني انطلق بقوة. صحيح في الأمتار الأخيرة، لكن أظن أنه يعني فريق دبا ما وصل له مثل ما ذكر أخوي أنه بحد ذاته إنجاز، ويحسب لإدارة الفريق، جهاز فني، لاعبين. المشكلة كابتن صالح أخوك عبد الله شكله مو بعيب لنا. شو اللي مو بعيب لنا؟ لا بالعكس، أنا أشوفه اليوم لابس الذهبي لا ما شاء الله كان دورته غاوية. لا هو اليوم لكن حديثه ما غاوي اليوم. هو اليوم ويا الظفرة ما شاء الله. كابتن عبد الله أنا برجع لك مرة ثانية يا أخي، الظروف خلى اللي مر فيها دبا الحصن كلها هي نفس الظروف أيضا اللي خدمته ووضعته اليوم في المركز الثاني على جدول الترتيب، وتيحت له فرصة في أنه يحقق إنجاز أو أنه يجر على الأقل بطولة الدوري لمباراة فاصلة. بس أفضل الظفرة كم لاعب عنده جاهز، والدبا الحصن كم لاعب عنده جاهز؟ أسمع صالح، كم لاعب جاهز في الظفرة؟ بسألك سؤال. أنت زبل. تفضل. الحين أنت يعني. في فرق كبير. بسألك سؤال. هل كل اللعيبة بنفس المستوى؟ الظفرة الفوارق ما بين اللعيبة مش كبيرة. الفوارق صغيرة جدا، عكس دبا الحصن المرزوق اليوم يعتمد على 5 لعيبة فقط. حمد الغول وعبد الله سالم وعبد الله الحسيني وعلي خميس. وعبد الله سيف اذا كان موجود اليوم اعتمد على محمد السعيد جمعه، فقط هاي اللي يعتمد عليهم. نعم، انت مع الكابتن محمد المرزوقي باني انا ادخل العب الباور بلاي في الدقيقه قبل 3 دقائق، لانه ما عنده هو يا انه يجازف وتمشي وياه ويكسب. خلينا نقرا راي، على الاقل نحاول نحلل فكر المدرب محمد المرزوقي. 3 دقائق من عمر المواجهه متعادل مع فريق الظفرة وباقي جولة من عمر الدوري، تتفق معاه في اللعب بطريقة الباور بلاي؟ أنت لو هو ما لعب بطريقة الباور بلاي يعني معناته هو ما يبغي بطولة الدوري. لازم يلعب باور، لازم يجازف، لازم يحاول أنه يسجل هدف، ومثل ما تعرف الباور بلاي ريسك، يعني يا لك يا عليك، ما مشت معاه، واستطاع فريق الظفرة أن يستغل هذا الشيء ويسجلون عليه هدفين. متأكد كوتش؟ وطرال أنا أعتقد عشان ما نطول في النقطة هذه، أعتقد أن بالفعل البطولة راحت للأفضل، ما نقلل من شأن دبا. حتى اليوم في المباراة دبا ما كان سيء، بالعكس جار الظفرة للثواني الأخيرة. نعم، أنا كلمة أخيرة أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لفريق الظفرة لحصوله على لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، وهنأ فريق دبا الحصن الذي لم يحالف الحظ وظل مقاتلا على لقب الدوري حتى الثواني الأخيرة وحتى الجولات الأخيرة. من حوار الحصن إلى حوار دربي ديرة على زعامة كرة الصالات، وهو الحوار الذي دار بين فرسان الأحمر أهل القصيص وجوارح الأخضر شباب الممزر. التقرير وتفاصيله في سياق التقرير التالي. سجلت مواجهات الدربي بين الجارين الأهلي والشباب بداية مثيرة للجولة 21 من دوري قدم الصالات الإماراتية، حيث انتهت بالتعادل ب5 أهداف لكل منهما. الفريق الأخضر الذي شهد تطورا ملموسا على مستوى أدائه التكتيكي نجح في إنهاء الشوط الأول متقدما ب3 أهداف لهدف واحد،
حامل اللقب ورغم حالة التراجع في نتائجه أصر على وضع حد لنزيف النقاط ودخل شوط المباراة الثاني بكل قوة وتمكن من تقليص الفارق في بدايته قبل أن يعتمد على طريقة الباور بلاي التي أتاحت له إضافة عددية في المقدمة لكنها تركت مساحات في الخطوط الخلفية أدت إلى زيادة كل فريق من غلته لتنتهي المباراة بقسمة النقطة والأهداف لكل فريق. ببدأ معك أنا كابتن صالح، بالنسبة لفريق الأهلي الموسم هذا لم يعش أفضل مواسمه، الظروف اللي أحاطت بالفريق وكلنا نعرفها سواء من رحيل لاعبين ورحيل جهاز فني أضرت بمستوى فريق كنا نعقد عليه آمال كبيرة بأن يصل بعيدا في البطولة الآسيوية. صحيح، عموما فريق الأهلي وطلال، وما أدري شو رأي كابتن عبد الله في الموضوع هذا، يعني في ظل النقص العددي وأنا أتكلم هنا عن أسماء يعني بوزن جابر في حراسة المرمى كأفضل حارس موجود في اللعبة، عبد الرؤوف، طالب، محمد عبيد، مجموعة من العناصر الأساسية، لكن يحسب للمجموعة اللي موجودة أن لا زال الفريق متماسك. صحيح، أوكي الفريق ما ينافس على بطولة، ممكن ما يكون مرشح بقوة لبطولة كأس رئيس الدوري، لكن مع في ظل الظروف اللي مر فيها الفريق أعتقد أن الفريق يقدم كرة قدم صالات بطريقة جميلة. اليوم الكابتن هيثم ربيع أظن اكتشف نفسه بقوة في مجال حتى التدريب وقيادة المباريات، وشفناه يعني ما شاء الله عليه، يعني حتى أنا أتذكر الفترة اللي كنت فيها مع الفريق كان كابتن هيثم كلاعب نحن كنا نعتبره كجهاز فني برا، كنا نعتبر كابتن هيثم ربيع مدرب ثاني في الملعب، شخصيته، هدوء، قيادته احنا كنا نسميه حتى القائد الصامت، كان بهالطريقه، ما كان من النوع اللي يتكلم كثير او انه، لكنه بالفعل باخلاقه بتعامله، واحنا نشوف انعكاس هذا الشيء على المجموعه. اليوم انت في النهايه يعني مش مطالب اكثر من هالشيء، يعني حتى الحديث، وانا ما ابغي اخوض في هالموضوع كثير، لكن الحديث حتى في انه الفريق ممكن في كلام انه والله تتجمد اللعبه مثل ما صار في الوحده او الوصل فيما يعني في السابق، لكن عموما انا اتمنى ان يعني يحافظون على المجموعه اللي موجوده، في لعيبه يمكن اليوم اظهروا نفسهم او يعني يمكن الظروف هذه خدمتهم انهم يعيدون بريقهم من جديد، مثل امثال يمكن حمد الراوي واخوه راشد، امثال اللعيبه اللي ممكن مع المدربين اللي سبقوا ما حصلوا فرصة وقعدوا فترة طويلة في على دكة البدلاء، ذلك يمكن يعني أحيانا الظروف الصعبة تراويك يعني معادن اللعيبة بالضبط. كابتن عبد الله، بالنسبة لي هناك مشكلة قاعدين نعيشها احنا في السنوات الثلاث الماضية، او خلينا نقول سنوات الأربع، كل ما يظهر فريق ويكون مميز جدا ويتفوق على كل الفرق أداء، مستوى، نتائج، ويوصل للقب الدوري، نجده في الموسم اللي بعده يا أما أن تلغى اللعبة يا أما أن تتدهور أوضاعه وما شاهده حتى ضمن الأربعة الكبار في الدوري. يمكن هذا الشيء بسبب المبالغ الهائلة اللي كانت تندفع، هذا الحال ينطبق على الوحدة وعلى الأهلي وأيضا على فريق الوصل اللي لما جابوا بطولات أظن طالبوا بزيادات في الميزانية وكذا. فأنت مثل ما تعرف نحن إدارات الأندية هني حاطة للأسف الشديد حاطة لعبة الصالات في آخر الاهتمامات، فلما يشوف يعني أو لما يشوفون مطالب كثيرة وكذا حتى لو تجيب لبطولة الدوري يقول لك أنا شو اللي مستفيد، يعني أهم شيء أنا فريقي يعني ما تزيد مطالبه المادية. ويمكن هذا الشيء يعني نشوفه في أغلب الفرق، الفريق اللي ماشي وصرفيته معقولة يستمر، ويمكن فريق الأهلي لا يأخذ لقب الدوري لأن يعني أخذ لقب الدوري بيطالب بمبالغ مالية وما بيعطونه وبيلغي اللعبة. لا وكابتن عبد الله سامحني على المقاطعة، لكن أنت اليوم
في تحدي جديد اكيد الاخوه تطرقوا وتكلموا في هالموضوع الحلقه تكلمنا الماضي. برجع إيه. بتكلم عنه في نهايه الحلقه اللي هو اللاعب الاجنبي كابتن زين انت هات اللاعب الاجنبي الحين طيب. مع هاي الادارات الانديه وشوف شو بيستوي لا انا برجع العديد على هاي النقطه لكن قبل ذلك قسمه النقطه وانطباعتها لدى اطراف اللقاء نتابعها في تصاريح نجوم المواجهه فريق الاهلي فريق كبير قدرنا نتقدم عليه اكثر من مره بفارق هدفين ولكن خبرة الأهلي هي اللي خلت الفريق تسجل هدفين وتتعادل في نهاية المباراة مثل ما تعرف اليوم أنا يغيب عندي عبد الله الخمري يغيب عندي أحمد حماد يغيب عندي عبد الله الأهلي يغيب عندي أحمد الحمادي أربع لاعبين صراحة مؤثرين اليوم في كرة قدم الصالات لاعب يغيب عنك الفريق تأثر فما بالك أنت عندك أربع لاعبين وهم من الأساسيين فأكيد يعني الأهلي اليوم أتوقع كامل العدد فأكيد بتلعب إياه على الأقل أنك تطلع بالتعادل وما تخسر اليوم مباراة صبر كانت متكافئة من كل الجوانب يعني نحسبنا نحن عدنا المباراة كلم تخرين 3-1 رجعنا المباراة ردينا تأخرنا فالحين مهم نحن عدنا الدوري خلاص راح بس نحن نعتبر عداد للكاس وإن شاء الله نستمر بنفس الرتم شوي شوي لين نوصل الكاس هدفنا الكاس يعني باقي مباراة في الدوري تعتبر بعد عداد المباراة كانت متكافئة وأنا أشوف أن التعادل للفريقين كان بالعكس متكافئ تقدموا علينا انجبرنا نحن الشوط الثاني نبذل مجهود مضاعف ونرجع للمباراة والحمد لله توفيق من رب العالمين ورجعنا للمباراة بمجهود الشباب واللاعبين والتعاون في الملعب والتركيز الشوط الثاني أثر أني نحن نجيب هدف التعادل الحمد لله كانت مباراة قوية كالعادة يعني مثل ما تكون كل مبارياتنا ويا الشباب ديربي بيننا بدينا ما نقول غلط بس في كذا كرة غلطنا فيها نتقدموا علينا الحمد لله قدرنا شوط ثاني نرجع لهم وتعادلنا يعني الحمد لله نتيجة زينة كانت أداء اللاعبين كيف كان في المباراة اليوم؟ والله مو بالمتوقع إن شاء الله وعندهم أفضل بس هي أغلاط بسيطة اللي فرقت ويانا أنا ما أعرف شو أقول لك كابتن عبد الله بس صراحة يعني كل غيابات 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 متى بيكتمل الفريق أيوة. إذا ما اكتمل الفريق أنا مستغرب يعني أغلب الفرق وعلى فكرة وأنا أنا أقولها نهاية الموسم ما أقول بدايتها كل ما نلتقي يا لاعب ليش خسرت قال عندي غيابات يا مدرب ليش خسرت عندي غيابات ليش أنت عندك 3-4 لعيبة كم لاعبين عندكم إذا غياباتك مثلاً 30 لاعب بقول لك أوكي ترى اغلب الفرق ابو طلال حاليا تعتمد على مجموعه معينه من اللعيبه يعني ما لا كابتن انت مثلا وجود الشباب مثلا في منتصف جدول الترتيب هي فرصه لان يهيئ لاعبين طالما ان المنافسه صعبه صحيح. يهيئ لاعبين صف ثاني يكونون جاهزين بقدر اللاعبين الاساسيين او اقل درجه صحيح وهذا الشيء يمكن لوحظ في مباراه الاهلي انت اليوم لاعب عيسى كيدي احرز 3 أهداف في هالمباراه جميل جدا وظهر بمستوى جيد جدا محمد العوضي ايضا انا والله اشد بالاسامي الجديده اللي قمنا نشوفها في دورينا من ضمنهم لعيبه في الشباب اثبتوا نفسهم اثبتوا بانهم قادرين يلعبون بتكتيك مميز جدا مباراه تنتهي ب5-5 الاسماء اغلبها جديده اللي في الملعب هذه تحسب لفريقي الشباب فريق الاهلي صحيح وأنا أقول لك فريق بحجم الأهلي وبالخبرة اللي يتمتع فيها الإخوان الراوي طاهر وليد خالد حارب عزان كلهم لعيبة متمرسين في هاي اللعبة بغض النظر عن الغيابات الشباب أدى مباراة جيدة اللعيبة الجدد أظهروا مستوى متميز سواء كان عيسى كيدي أو راشد أحمد أو محمد العوضي إن شاء الله هذا الشيء ينعكس في المباريات القادمة هذا الموسم وأيضا في الموسم القادم بإذن الله بإذن الله النقطة بعد صيام كبير كانت أشبه بانتصارا لعناب الحمرية الذي لم يذق طعم الانتصارات لفترة طويلة لم يفلح فريق الحمرية في الخروج من مواجهة ضيف اتحاد كلباء منتصرا فقد اكتفى بنقطة التعادل رغم أنه كان الطرف الأفضل في المواجهة العنابي لم يسجل أي انتصار هذا الموسم باغة النمور في بداية الشوط الأول بهدف سجله إبراهيم عيد هدف أشعل حماس النمور للرد فشن سلسلة من الهجمات نجح من خلالها راشد عبيد في إعادة المباراة لنقطة البداية الشوط الثاني جاء مشابها لمجريات الشوط الأول فتقدم الحمرية أولا
قبل أن يرد اتحاد كلباء بهدف التعديل. واستمر اتحاد كلباء في الضغط على منافسه بعد الهدف ليترجم محمد عبد الهادي ذلك إلى تقدم للنمور للمرة الأولى في المباراة. وشهدت اللحظات الأخيرة سعيا حثيثا من جانب لاعبي الحمرية للخروج بأقل الأضرار، فتحصل على ركلة جزاء قبل النهاية بدقيقة واحدة ترجمها خليفة السويدي لهدف التعديل الذي منح الحمرية النقطة الرابعة في سجله هذا الموسم. حصيلة النقطة، كيف وصفها نجوم الفريقين؟ هذا ما سوف نعرفه من التصاريح التي خرجت عقب نهاية المباراة. نتيجة المباراة يعني نفس ما شفت، 3-2 لين آخر الدقائق بلنتي. هاي الكورة بصراحة نادي الحمرية قدم مباراة كبيرة كبيرة كبيرة، آخر مباراة لهم في الدوري، وبصراحة يعني كل الفريق يبى يدخل بطولة الكاس بمعنويات عالية، ونحن بعد عندنا نقص كبير، لكن الحمد لله البركة في الشباب ما قصروا والحمد لله على كل حال. طلبوا مني صراحة يعني تحسين المركز، حاولنا قد ما نقدر، في مباريات سهلة ضاعت علينا. الإدارة واقفة مع الفريق قلبا وقالبا، والحلو في الموضوع كله ان حتى الجماهير رجعوا للفريق، ما يعني عطى الفريق روح معنويه. الحمد لله على الاداء، على النتيجه بعدنا مو براضين، كنا نطمح في حق الفوز، نبغى نفوز دوري كامل ما عندنا فوز. نفسيا نحن نعاني كل مباراه، يعني ندش كل مباراه تشوفنا مضغوطين، نبغى نفوز. يعني الاداره مو مقصر ويانا، المدرب مو مقصر ويانا، فالبيئه مهيئه انك تفوز. والله في جزئيات ما توفقنا من المباراه، حاولنا تقدمنا مرة، قدموا علينا عقب جولين، بس للأسف هم يوم سجلوا علينا احنا ما كنا مركزين، مع ان اغلبية الفرص لنا نحن. الحمرية يحاول، الحمرية يسعى، الحمرية يحاول يغير الصورة، ولو انه باقت لنا المباراة، بس مباراة واحدة باقت لنا في الدوري، بس ان شاء الله بنطلع بصورة مغيرة وهدفنا الكاس. الدوري يمكن ما لنا هدف، كل صراحة اقولها. يعني حتى مركزنا مثل ما قلنا نغير مركز ما في، نحط طموحنا، حتى لو تقول لي طموحنا في الكاس، وقاعدين نشتغل ومدرب قاعد يشتغل، طموحنا في الكاس. كابتن صالح، انا تعجبني تصاريح فريق الحمريه، يملكون الاصرار، يملكون الروح، بس ما يملكون النتائج. الفريق اللي مؤهل في الجوله القادمه حتى لو فاز في الجولة القادمة بيكون واحد من أسوأ الفرق اللي مرت على لعبة كرة قدم الصالات. صحيح، هو محتاج يفوز، لكن المشكلة أنه بيلعب مع دبا. صحيح دبا ما أعرف الثالث كم يفرق عن دبا، لكن أظن أن دبا يبغي ينهي الموسم، يبغي ينهي الدوري بفوز على الأقل، يحافظ على فرق 3 نقاط بينه وبين الظفرة. فريق الحمرية عفوا 6 نقاط بتكون الفرق، أي في حال أن خسر الظفرة وفاز دبا، يعني ممكن يكون 3 نقاط. يعني بالحديث عن فريق الحمرية أراه محير حقيقة. فريق الحمرية تابعت المباريات كثيرة في ملعبه وبرع ملعبه، يؤدي فريق يعني منظم حقيقة، بس ما أعرف يعني يمكن اللي لاحظت في من خلال متابعة المباريات أنه في الشوط الأول ممكن يكون الرتم عالي، واعتماد المدرب يمكن على مجموعة معينة يخلي الرتم ينزل في الشوط الثاني واللياقة البدنية تقل، فبالتالي الفرق يعني ما في ولا مباراة دخلوها هم ورتم الشوطين يكون عالي. أقول يعني هو الرتم يكون عالي، أنا أقول لك حتى الفريق لما لعب مع الفرق، خلينا نقول مش تقليلا منهم، لكن الفرق اللي فوقهم على طول، مليح الشعب الشارجة، هو تعادل مع الشارجة ذهابا وإيابا، تعادل مع الشباب في بداية الموسم، كانت بداية جيدة، وهذا التعادل الرابع اليوم يا تلبة. اليوم الفرق اللي قريبة منك عندها دكة جيدة تقدر أنت تستخدمها، ولاحظت أنه يمكن العتب على المدرب في الناحية هذه، أنه حتى اللعيبة اللي موجودين عنده على الدكة ممكن أنه يستخدمهم، لكن ما أعرف ليش مصر على المجموعة نفسها ومصر الموجودة. إيه المشكلة أن أنت مو بقاعد تحرز نتائج المجموعة الأساسية، لذلك أعط فرصة أكثر للمجموعة أكيد. اللي عليها. أعتقد إذا حصل فرصة اللاعب البديل راح يكون يقدم ضعف اللاعب اللي موجود عشان يثبت وجوده إلى بيت الكوماندوز ومواجهة النار بين الشعب الابتسامة وعميد الألقاب، مواجهة نعيش إثارة تفاصيلها في سياق التقرير التالي. مواجهة كانت مشاهدها أشبه بدراما،
تموجت فيها الفرحة والحزن بنسب متعادلة بين صاحب الصالة الكوماندوز الشعبوي وضيفه العميد النصراوي، حيث سبق البداية لضيف الأرض ثم الرد السريع لصاحب الصالة، مما أدى إلى رفع وتيرة الحماس والتي انعكست بالسلب على العميد النصراوي الذي ارتكب نجومه 5 أخطاء أدت في النهاية إلى ضربات جزاء تراكمية لم يفلح الكوماندوز في ترجمتها إلى أهداف، مما رفع من معنويات العميد الأزرق الذي تمكن من امتلاك زمام المباراة في شوطها الثاني، مستغلا التراجع البدني الكبير لخصمه لينهي الملحمة المثيرة بسداسية من الأهداف مقابل 3، وليظل محافظا على مركزه كثالث للترتيب العام مناصفة مع الأهلي، بينما تراجع الكوماندوز للمركز 7. تأثير الخسارة والفوز وانعكاساتهما على نجوم الفريقين في هذه اللقاءات. أول شيء هني نادي النصر على الفوز، نقول لهم مبروك ونقول هارد لك لرجال الكوماندوز حقيقة اللي ما قصروا. أنا عندي لقاء ثاني معاه في الكاس، إن شاء الله خليه ينتظرني في الكاس. اليوم ضيعنا بالفعل ركلتي جزاء وكورتين في العارضة ما توفقنا، لو كان النهاية كان النتيجة بالتغيير، ولكن أنا متأمل فيهم وأنا اليوم عطنهم فري قايم لا تضغطون عماركم لأن عندنا مباراة الكاس، هذه بروفة. الحمد لله على كل حال، فريق النصر مش فريق هين، فريق يضم عناصر يمكن 8-9 من المنتخب، الحمد لله جارينا حاول نجاريهم، بس خلنا شوف البدني شوية تعبنا آخر شوط ثاني، الحمد لله نتيجة مش خسارات مش كبيرة 6-3. الحمد لله على كل حال، مبروك لهم هارد لك لنا. والله وش تعرف تكون داخل خسران شوي، يكون الشباب متسرعين في البلنتيين شوي ما حالف الحظ رغم ان احسن واحد فينا شوت، بس يمكن الكوره هالمره خانته، الحمد لله مو مشكله. الحمد لله رب العالمين على الفوز. بالنسبه لمباراه اليوم صراحه لازم نتعلم اليوم المباراه، بدايتنا ما كانت جيده، بدينا الشوط ممكن احنا كنا نسجل وهم يعادلونا، لكن اول 7 دقائق كان علينا 5 فاولات، 5 فاولات يوم عليك في كره الصالات انت تكون نفس ما تقول مربوط، ما تقدر لا تسوي برس ولا تقدر اي فاول بلنتي عليك. هاي نتيجه ان ما كنا في البدايه تركيزنا ما كان عالي، اثر ان سوينا فاولات بسرعه في 7 دقائق. لازم نستفيد من هاي المباريات، ان يوم ندخل المباريات ما في مثلا بلعب مع فريق متذيل الترتيب ولا متصاعد الترتيب، لازم تدخل مركز 100% انك تقدر تبدي وتنهي المباراة بطريقة جيدة. الحمد لله، أول شيء المباراة كانت شوية صعبة بداية المباراة لأن تقريبا كان الرتم عالي بداية المباراة، شوي كنا متوترين فسوينا 5 فاولات بسرعة، يعني تقريبا أقل من 10 دقائق تقريبا سوينا 5 فاولات، بس عقب الحمد لله المدرب قدر يقرأ المباراة وتوفقنا الحمد لله بالتغييرات وقدرنا نفوز. أدركنا الوقت سريعا، لكن قبل الختام كوتش عبد الله، بتحدث عن بأن في ظل الحالة اللي تعيشها اليوم فرق دوري كرة قدم الصالات، هناك إقرار للاعب أجنبي والموسم المقبل. أول شيء خلنا نسمع رأيك عن اللاعب الأجنبي. والله أنت تعرف رأي أبو طلال، يمكن العام كانت عندك حلقة مفصلة ناقشنا فيها هذا الموضوع مع الإخوان، سواء كانوا في اللجنة أو حتى الإخوان المحللين المختصين في كرة قدم الصالات عندنا هنا في الدولة. أعتقد أن هذا القرار في وجهة نظري لن يكون صائبا هذا الموسم. خلنا نكون متفقين أول شيء أن اللاعب الأجنبي فعلا راح يضيف للمستوى الفني للدوري، راح يرفع من مستوى اللاعب المواطن، ولكن أنا أعتقد ليس هذا هو الوقت المناسب لدخول اللاعب الأجنبي، لأن اليوم أنا يعني في أشياء أهم من اللاعب المحترف حاليا. نحن نشكر اللجنة أنهم أقروا البلاي أوف، هذا شيء ممتاز جدا للفرق، أتمنى أنهم يسيرون للأندية يشوفون شو هدف الأندية للموسم القادم. أعتقد أن لعبة كرة الصالات في أغلب الأندية
حاليا هي اللعبة الأخيرة بالنسبة لهم، وأعتقد أن في أغلب الفرق والله يتمنون زوال هاي اللعبة. أنا من 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 هذا المكان أنا أحيي لعيبة الأهلي اللي ما يستلمون رواتبهم وبتكاتفهم ما زالوا موجودين وكذا. أنت تخيل مثل هذا الفريق إذا أنت السنة الجاية تقول له هات لي لاعب محترف وهذا اللاعب أنت تجيبه، أصلاً هم ما يستلمون رواتب، شو راح يستوي؟ وممكن الفريق راح تدهور نتائجه ومستواه ينزل. شو اللي راح يصير؟ لكن مو بإجباري كابتن عبد الله، قرار اللاعب الأجنبي ليس إجباري. كابتن أنا بقول لك شيء، اليوم أنت ما عنده لا يتعاقد، ما عليه بطلة اليوم عشان يخسر بفرق 10 و12 و15 مثل ما يستوي مثلا في الدور الإقطري اللي قدام. اليوم أنت أكبر نتيجة حدثت هذا الموسم كانت ما بين الظفرة والشارجة 13-4 فرق 9 زين، ومرة واحدة بس في هذا الموسم. السنة الجاية إذا قرروا الأجنبي وتذكر كلامي هذا بتشوف 13 و15 و17 في 5-6-7 مباريات. ولما أنا فريقي ما يكون في لاعب أجنبي والفريق اللي قدامي جايب لاعب أجنبي محترم وتخسر فرق، أنت تعرف إدارات الأندية كيف تفكر، بتقول لك أنا شو مستفيد من هاي اللعبة، أنا ما مستفيد شيء، يلا يا حبيبي كنسل اللعبة بعد هذا أو جمد اللعبة. زين بس أنا سؤال كابتن تفضل، أنت مش مع قرار اللاعب الأجنبي أكيد في الوقت الحالي؟ أكيد. لكن طالما أنك بتقرر اللاعب الأجنبي، خل ناخذ أنا أقول لك الملاعب العشبية، أقرروا اللاعب الأجنبي، شافوا أنه ما في فائدة من اللاعب الأجنبي، لغوا اللاعب الأجنبي في سنة من السنوات، سنة 2000 بعد سنوات عدة رجعوا مرة ثانية اللاعب الأجنبي لحاجتهم. لأن أنت اليوم تصير تشارك في بطولات خارجية. تتكلم إذا تسمح لي بطلال. تفضل. عفوا كابتن، ذكر كابتن عبد الله نقطة جدا مهمة وتهمنا إحنا كفنيين، ذكر أن كمستوى فني الدوري أو لعبة كرة الصالات راح تتطور، وإحنا هذا اللي يهمنا. أنا أعتقد أنه قرار جريء من اللجنة الفنية بعد 8 مواسم لعبة كرة صالات بالمحليين، قرار جريء أن إحنا نبدأ بأجنبي واحد في كل فريق. وأعتقد أن كابتن عبد الله المفروض أنه والله لا أعتقد يعني يا صالح مبين من شكل أنه محايب من الموضوع. أنا أحترم وجهة نظره كابتن عبد الله، كابتن عبد الله أحترم وجهة نظره، لكن أكيد هو يتكلم كون أنه يعيش واقع معين أكيد في نادي الشباب. لكن أنا أتوقع فنيا نحن مع اللاعب الأجنبي ووقته مناسب. هذا أنا تكلمت من البداية قلت نحن نتفق أن اللاعب الأجنبي يرفع المستوى، يرفع. أنا أختلف في وقت دخول اللاعب الأجنبي وقلت لك الأسباب، وقلت لك أنت تكلمت بس في دقيقة، أنت تكلمت عن كرة القدم، كرة القدم تختلف اختلاف كلي عن كرة قدم الصالات. هذه اللعبة الأولى عند أغلب مجالس إدارات الأندية، وكرة قدم الصالات في ذيل الاهتمامات بالنسبة لمجالس الإدارات. لما توصل مرحلة الاهتمام كرة قدم الصالات ربع اهتمامهم بالحشيش، هنا يدخل اللاعب الأجنبي. أنا كابتن أوعدك في نهاية هذا الموسم راح تكون في حلقة خاصة أسرة هذا البرنامج، بتزور كل نادي وبإذن الله بيكون لنا جميعا صوت مسموع، سواء لدى اللجنة التنفيذية لكرة القدم صالات، سواء بالإيجاب أو بالسلب، بس لأني أحبك ترى. وطلال الألعاب الجماعية الآن كرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة راحت دخلوا اللاعب الأجنبي، دخلوا اللاعب الأجنبي، شو استفادوا من اللاعب الأجنبي؟ أوكي ممكن استفادوا شيء؟ لا يعني عالة والله في لعب اليوم دوري السلة في ألعاب، لذلك الدور على الأندية مش علينا احنا كمدربين. المشكلة انه مو في اللاعب الأجنبي وقراره، ترى قرار اللاعب الأجنبي هذه موجودة في كل بطولات العالم، في أي لعبة جماعية تلاقي موجود لاعب أجنبي. لكن مشكلة إدارات الأندية في اختيار اللاعب الأجنبي. اليوم نشاهد تغيير مستمر على مدار الموسم، كل ما فتحت باب انتقالات بدل لاعب اجنبي، فتحت باب هذه على فكره هذه موجوده في اليد، موجوده في السله، موجوده في الطائره، التغييرات مستمره جدا، وذلك السبب واحد فقط، سوء اختيار اداره الانديه، في بعض الاحيان لا يوفق اللاعب الاجنبي، واحنا كلنا مؤمنين بهذا الحديث، لكن في بعض احيان كثيره الأخطاء تكون من إدارة الأندية. بعدين بطلال معلش في شيء مهم جدا، اليوم أنت إذا بتي تختار لاعب سلة في دوريات مثلا NBA منقول تقدر أنت تشوفه، اليوم عندك كرة قدم الصالات إذا بتي تختار وين؟ لا
يعني اغلب المدربين واغلب كذا ما عنده ما يعني لا الدوريات منقوله ولا تقدر تشوف حد، يمكن بس تعتمد على اليوتيوب او تعتمد على كلهم ياك في بطوله ناس في العالم. كوتش عبد الله، نحن عموما في الحلقه الموسم الماضي كانت لنا حلقه في نهايه الموسم، وكانت اغلب الاراء تجمع على ان هناك التوجه بان الرغبه في اقرار اللاعب الاجنبي. هذا الموسم في نهايته بنشوف شو نهايه الاراء من جانب الانديه. انا شاكر لكم تواجدكم، الكابتن عبد الله عبد الباسط مدرب فريق الشباب لكره قدم الصالات، الكابتن صالح الحديدي محللنا الفني، شاكر لكم وتواجدكم. باذن الله لنا لقاء اخر باذن الله في حلقه ختاميه في هذا الموسم. شكرا لكما. ما زلنا مشاهدينا في حوار الصالات، ولكن هذه المرة عبر قصة أغلى الكؤوس في عالم السلة كصاحب السمو رئيس الدولة، والذي سنتذوق نخبة إثارته عبر بداية جمعت فرسان الأهلي حامل اللقب مع نصر العميد. التفاصيل في سياق التقرير التالي. دشن حامل اللقب فريق الأهلي مشواره في كأس رئيس الدولة لكرة السلة بانتصار منطقي على النصر في ربع نهائي البطولة. الفريق الأحمر المتوج حديثا بلقب الدوري تجاوز كل الظروف التي مرت بها اللعبة في النادي مؤخرا، حيث استعاد أداءه القوي وظهرت نواياه في الربع الأول، والذي أنهاه متقدما بفارق 10 نقاط وبواقع 28 نقطة مقابل 18. ورغم أن الفريق الأزرق عاد بقوة في الربع الثاني وتفوق فيه بنتيجة 18 نقطة مقابل 15، إلا أن ذلك التفوق لم يسهم في إعادته إلى المواجهة. الربعان الثالث والرابع لم يحملا جديدا على مستوى النتيجة، فقد عاد الفرسان إلى فرض إيقاع لاعبيهم على العميد وتفوقوا في كلا الربعين بنتيجة واحدة وهي 18 نقطة مقابل 15، لينهي الفريق الأحمر المواجهة متفوقا بنتيجة 78 نقطة مقابل 68، وليصبح على بعد خطوتين من ثالث ألقاب الموسم. أرحب مشاهدينا في هذه اللحظات بضيفي الذي انضم إلي هنا في الاستوديو، الكابتن عماد عثمان مدرب فريق الوصل لكرة السلة. مرحبا بك أبو عبير، مساء الخير، سعيد بتواجدك وآسف لأن احنا تأخرنا عليك لهذا الوقت وأخرناك، وعرف أنت مدرب محترف وملتزم بوقت. لكن كابتن، شاهدنا مباراة جميلة جدا، الأهلي حامل لقب يثبت نفسه بأنه قادر على عبور المنافسة. كنا نتحدث قبل شوي في كرة القدم الصالات عن الظروف، لكن ظروف الأهلي كانت غير طبيعية هذا الموسم، تمكن من التغلب عليها واليوم موجود في المربع الذهبي. نحن يعني استمعنا للقاء للكوتش بيتر من فترة بعد ما فازوا ببطولة الدوري. الكوتش بيتر صرح أنه هذا أصعب موسم كان للأهلي من كل النواحي، كان في ظروف صعبة، تعرض لاعبين لإصابات، في غيابات، في لاعبين ملتزمين بالدورة العسكرية، بالإضافة للظروف المادية اللي منعرفها. كان من أصعب المواسم على الأهلي فعلا. لكن بتذكر تكلمنا مرة، نحن دائما الفريق اللي عنده مواصفات بطل، لاعبين أصحاب عزيمة، دائما بحولوا الظروف السلبية إلى ظروف إيجابية، وهذا اللي حصل مع نادي الأهلي. نعم، بالنسبة لبيتر بعد المواجهة بالتحديد تحدث عن نقطة مهمة بأنه غير راضي عن أداء اللاعبين، رغم فوزه بفارق 10 نقاط في المباراة، لأنه ظهر غير راضي على أداء اللاعبين وكان يطمح لما هو أكثر من فارق 10 نقاط. يعني دائما المدرب أخي خالد، دائما المدرب بيطمح للأفضل. يعني ما نشوف نحن مجرد المشاهد بيشوف الفوز والخسارة، فرق النقاط، لكن في أشياء المدرب بيكون مدرب الفريق عليها لفترة طويلة، سواء بالدفاع أو بالهجوم، بده يشوفها بالملعب. إذا ما شافها بالملعب حتى لو كانت النتيجة إيجابية ما بيكون المدرب راضي. نعم، نتابع مشاهدينا سويا كيف عقب نجوم الفريقين على المحصلة. أول شيء أنا بشكر اللاعبين على المجهود الطيب اللي بذلوه خلال هذه المباراة. يعني بصراحة أنت عم تلعب بدون محترف وتقدم هذا المستوى مع بطل الدوري وبطل الخليج، يعني أنا كفو عليهم اللاعبين ما قصروا. وهذا الشيء يعني إحنا صرنا هذا الفريق تقريبا شهر عم نشتغل معه، هذا الفريق استلمنا ترتيبه الأخير والحمد لله، عملنا ثلاث مباريات، هي رابع مباراة، عملنا 4 مباريات، أول مرة بنخسر مع بطل الدوري. أنا برأيي يعني هذا إذا بنضل ماشيين هيك إن شاء الله يكون لنا شأن كبير ببطولة اللوكال للمواطنين. يعني well not very good you know but
بالطبع المباراة ليست على المستوى المطلوب بالنسبة لنا، الفريق ما زال يعيش حالة الانتصار والنشوة ببطولة الدوري وهو ما جعله بعيدا عن مستواه. هذا ربما يعطينا انذار لمراجعة الأخطاء قبل تكملة المشوار في بطولة الكأس. سنقوم خلال هذا الأسبوع بالوقوف على أهم السلبيات قبل مباراة ربع النهائي حتى نخرج بالصورة التي ترضي جماهير. أعتقد اليوم المباراة كشكل فني الفريق ما قدم بشكل جيد، كثرة التيرن اوفرات، فريق النصر استغل هاي الفرصة وأدى بشكل جيد. والله أسباب الخسارة واضحة، بس أول شيء أقول مبروك لفريقي، هالفريق لعب طول الموسم بدون محترف وانت كنت جاري بطل الدوري بعشر نقاط، ها فوز مو بخساره. يعني احنا شفنا في اخر دقيقتين كان الفارق وصل سلتين، خاصه ان عندكم رميات ثلاثيه كنتم متالقين فيها اليوم. بس حكم الخبره، فريق الاهلي معروف يعني كان خمس ست سنين مسيطر على كل شيء، خبره نهائيات الاوقات الحاسمه تفرق. استمعنا طبعا للظروف اللي مر فيها ابو عبير، فريق النصر يلعب بدون محترف، يلعب امام فريق منتشي بتحقيق لقب الدوري. الفريق النصر السنه يعني تعرض لظروف كثير صعبه، بدايه باللاعبين المحترفين اللي ما توفق فيهم لاعب، ثلاث لاعبين محترفين تم تغييرهم، وبالنهايه يعني الاداره قررت انه تتابع ما تبقى من الموسم من دون لاعب محترف، بالاضافه لتغيير الجهاز الفني. الكابتن همام مدرب الشباب تولى قياده الفريق لنهايه الموسم، وبصراحه يعني شفنا شفنا يعني تغير بالقسم الثاني من الموسم مع الكوتش همام، صار في عند اللاعبين يعني دافع قوي لأداء عالي. مباراتهم مع فريق الأهلي كانت مباراة مميزة، يعني انتهت بعشر نقاط، ما نستقل بالفريق الأهلي هو بطل الدوري، عم بيلعب الفريق النصر من دون لاعب محترف، هذا كمان ولد عندهم دافع يعني أنه يعملوا أقصى ما عندهم، وانتهت المباراة بفارق عشر نقاط. نعم، من فرحة لفرسان إلى عودة الروح لجوارح السلة الأخضر الشبابي الذي تخطى عقبة الإمبراطور الوصلاوي في لقاء نتابع سويا تفاصيله. استعاد الأخضر الشبابي توازنه سريعا بعد الإخفاق في نهائي الدوري، وتمكن من عبور فريق الوصل إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس، آخر فرص الفريق الأخضر لإثبات أنه لم يتراجع هذا الموسم. فرقة الجوارح بدأت المباراة بقوة وأنهت الربع الأول متقدمة بنتيجة 25 نقطة مقابل 15، غير أن الفريق الأصفر عاد في الربع الثاني ونجح في تقليص الفارق إلى 6 نقاط مع نهايته. في شوط المباراة الثالث منحت دكة الجوارح وجاهزية البدلاء الأفضلية للشباب، حيث تفوق في الربعين الثالث والرابع بواقع 27 نقطة مقابل 20 و24 مقابل 19، ليضرب أبناء المدرب أحمد عمر موعدا مع الشارقة الذي أهلته القرعة إلى المربع الذهبي للبطولة. أبو عبير، القرعة كانت ظالمة؟ والله يعني دائما القرعة ممكن تظلم فرق وممكن تخدم فرق، يعني هاي القرعة بكل العالم الكؤوس تلعب بهاي الطريقة. يعني شفنا يعني فريقين بالمؤخرة هم الشعب وبنياس اجوا مع بعض، يعني واحد منهم راح يوصل للنصف نهائي، فريق الشارقة وصل لنصف النهائي من دون ما يلعب مباراة، لكن بالنهاية الفريق اللي بده يكسب بطولة لازم على الأقل يفوز مباريتين صعبين. صحيح، لكن راضي على مستوى فريق الوصل هذا الموسم؟ الحقيقة يعني كمستوى كان ما هو مستوى ثابت طول الموسم بحكم الظروف، لكن راضي من ناحية الهدف يلي نحن حاطينه ومتفقين كإدارة كجهاز فني. نحن هذا الموسم عارفين
عارفين وين نحن وعارفين وين نوصل وعارفين كيف بدنا نوصل لهذا المكان. يعني السنة نحن بنعرف انه المنافسة رح تكون صعبة على بطولة الدوري وعلى اي بطولة تانية، لازم يكون نخرج من هذا الموسم بفائدة معينة. الفائدة كانت نحن يعني في مجموعة من لاعبين الشباب انضمت للفريق وأدت، عنا راشد أيمن، عنا اللاعب علي، أيضا لاعبين اثنين من فريق الشباب، وراشد بعده لاعب شباب دخلوا للفريق وأدوا موسم جدا مميز، بالإضافة لبعض لاعبين ناشئين موجودين مع الفريق. نعم، لكن أنا لم أقتنع بأداء الشباب في مباراة نهائي الدوري اللي خسرها أمام فريق الأهلي. على الأقل الأهلي حتى في أسوأ ظروف الموسم الماضي كان مقاتل وتمكن من جر المباراة إلى أو نهائي الدوري إلى صحيح. مباراة فاصلة. يعني كل فريق له مواصفات تختلف عن الفريق الثاني، لاعبي الأهلي يختلفون عن لاعبي الشباب. قلت لك المرة الماضية أبو طلال المشكلة بفريق الشباب، يعني المباراة وقت بتكون على المحك وبيصير الوقت صعب بالمباراة بيبتدي الحلول عند فريق الشباب، تبتدي الحلول الفردية، والحلول الفردية دائما إيقافها من الخصم سهل، بعكس فريق الأهلي. فريق الأهلي عندما تتأزم الأمور بالمباراة يبقى الفريق عم يلعب بسيستم اللعب، يبقى الفريق عم يلعب بنظام اللعب المعروف دفاعيا وهجوميا، فمن الصعب انك توقفه. لا، ما بيعتمد على لاعب واحد، يعني ما بيعتمد على مبادرات فرديه مثل فريق الشباب. صحيح. الى لقاء الطرف الواحد والذي جمع كوماندوز الشعب بسماوي الشامخه فريق بنياس، اللقاء وتفاصيله في سياق التقرير التالي. في لقاء من طرف واحد نجح الكوماندوز الشعبوي في بلوغ دور الأربعة من مسابقة كأس رئيس الدولة بعدما زاح بنياس من ربع النهائي. المواجهة ظهرت فيها الفوارق الفنية بين الفريقين، وكان الكوماندوز الأجهز ذهنيا وبدنيا، كما أنه كان الأكثر رغبة في إحداث مفاجأة من خلال هذه البطولة، خصوصا بعد إنهائه الربع الأول بفارق كبير بلغ 14 نقطة. الشعب صاحب المركز السادس على جدول الترتيب وصل بسط سيطرته على مجريات اللقاء في ربعي الثاني والثالث وبواقع 24 نقطة مقابل 14 و19 نقطة مقابل 9. ولم يشفع للسماوي أداؤه في ربع المباراة الرابع وخروجه متعادلا ب16 نقطة مقابل 16 ليتلقى هزيمة قاسية، بينما يعبر الكوماندوز إلى نصف النهائي الذي سيصطدم فيه بحامل اللقب فريق الأهلي. الشعب لم يجد صعوبة بعبير في تخطي فريق بنياس، ربما هي كانت مواجهة كما ذكر التقرير من طرف واحد فقط. مواجهة من طرف واحد بحكم أنه فريق الشعب يعني يملك لاعب ارتكاز محترف بطول فارع 22، بالمقابل المحترف ببنياس مصاب أيضا، انصاب خلال الدوري فما تأهل لأنه يلعب بهاي المباراة. بالتأكيد هذا كان عامل حاسم، يعني بالرغم يعني رغم أنه أنا حكيت لك خالد فريق الشعب أنا كنت متوقع بهذا الموسم يؤدي مستوى أعلى من اللي أداه هذا الموسم، بحكم أنا الموسم الماضي كان الفريق عم يؤدي أداء جدا مميز، كان فريق في روح قتالية عالية، كان في نتائج حتى عدد المباريات الفوز كان أكبر من هذا الموسم. ما بعرف شو هي الظروف الخاصة اللي مرق فيها الفريق، لكن في فترة من الفترات كان في دروب بالفريق، رجع بهاي المباراة. يعني يمكن القرعة اللي خدمته عطت اللاعبين دافع انه ممكن نوصل لنصف النهائي وممكن مباراه واحده بنصف النهائي نعمل مفاجاه ونوصل للمباراه النهائيه. نعم، بالنسبه للقرعه خدمت فريق الشارقه اليوم موجود في المربع الذهبي، لكن يصطدم بمنافس شرس جدا هو فريق الشباب. الشارقه والشباب يعني الفريقين يلي دائما المباراة بتتميز، يعني بتكون صعبة على الفريقين. الماتشاب بالفريقين يعني متعادل او متساوي، الفريقين متعاكسين بطريقة اللعب، الفريقين يعني الفريق اللي بيقدر يفرض رتمه بهي المباراة، يفرض شخصيته بهي المباراة راح يكون اقرب للفوز. الفريق الشباب فريق مقاتل، فريق الشارقة
احيانا يعني يفقد هاي الميزه. اذا قدر فريق الشباب يعني يفرض هاي الميزه خلال المباراه عم يكون فرصه والفوز اكبر. انا بعتقد الشارقه بهذا الموسم من اكثر الفرق المستقره يلي كمان كان كنا متوقعين انه يعني يعمل قفزه او يوصل لمباراه نهائيه. كان قريب بالدوري، كان قريب يعني نافس فريق الشباب بمباريتين، كان قريب ممكن يخطف مباراة ويعمل مفاجأة ويوصل للمباراة النهائية. أمامه حاليا فرصة بالكأس، هو وصل للنصف النهائي عن طريق القرعة، وأمامه حاليا لحتى يكسب البطولة مباريتين صعبين، المباراة الأولى بنصف النهائي مع الشباب، والمباراة النهائية على الغالب راح تكون مع الأهلي. إذا شبه محسوم المواجهة الأخرى التي تجمع بين الأهلي والشعب، لكن إذا دخل الأهلي مباراة الشعب بنفس خلينا نقول الوضعية اللي لعب فيها أمام النصر سيعاني كثيرا قبل حسم المواجهة. والله دائما بنقول إنه ما في مباراة يعني مهما كان الاختلاف على النظرة على الورق بين الفريقين كبير، بكرة السلة المباراة ما بتتقرر مصير المباراة غير بالملعب. مهما كان الاختلاف بين الفريقين، لأنه الفريق يلي بيدخل على المباراة ومقرر مصير المباراة سواء بالفوز أو بالخسارة ممكن يتفاجأ بالمباراة. يعني فريق الأهلي ما بعتقد أنه يفرط بفرصة أنه بطولة ثالثة بهذا الموسم، وبرغم كل هاي الظروف اللي كان مارق فيها، حتى لو مر بظروف صعبة أو خلال فترة المباراة يعني صار في دروب، أنا بعتقد فريق الأهلي عنده القدرة أنه يستعيد توازنه وينهي المباراة لصالحه. أنا شاكر لك تواجد الكابتن عماد عثمان مدرب فريق الوصل لكرة السلة، شاكر لك بعبير التواجد، كنت سعيد بحديثك. شكرا لك. شكرا لك. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى اللحظة الأخيرة من التايم أوت، نتمنى أن نكون على قدر الدقائق التي عشنا فيها رحلة الصالات. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. Thank you.